السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد من قناتنا اجيتال. هنا في فيديو غندوزو الصفحه 119 من المقرر ديالنا النجاح في الرياضيات المستوى الخامس ابتدائي. نشوفوا نكملوا الدرس ديالنا اللي هو القسمه الاقليديه. لقسمه 22 على 7 استعملت شامه محسبتها فوجدت. اذا لقسمنا 22 على 7 بتعطيني 3.14 28 57 41. فسالت الاستاذ عن الخارج فاجابها هو 3.1. هو الخارج العشاري لقسمة 22 على 7 إلى 1 على 10 بالتفريط. و 3.2 هو الخارج العشاري لقسمة 22 على 7 إلى 1 على 10 بإفراط. إذا لا شنو الفرق بين الجملة وهذه الجملة؟ هو هنا كاين 3.1 وهنا 3.2 وهنا كاين بالتفريط وهنا كاين بإفراط. هذا الخارج شكون هو؟ راه هو هذا 3.1 شتوها؟ واش عندي 3 لا عندي 3 فاصل اكثر من 1، عندي 3.14 وهنا قال لها غير وهي 3.1. اذا شنو هو تعني الخارج العاشري للقسمه على 1 على 10 بالتفريط؟ تمشيو الواحد على 10 اللي هو هذا، وتناخذو غير بوحدو وتنسمي هذا الان هذا هو العدد العاشري بالتفريط، يعني بيت صغير بحال صغرتو. كان هو 3.14 انا درتو 3.1 حيت هو قال لي حدك عشرات، حدك هاد العشرة حدك هنا تناخذ الصغير. الا قال لي عطيني حدك هنا ولكن بإفراط تنزيد هاد واحد تنزيدو واحد تولي هي جوج تولي 3.2. ناخذ مثال اخر، اجد الخارج العشري المقرب للقسمة 22 على 7 الى 1 على 100. فين هو 1 على 100؟ هو هذا 4. اذا قال لي بإفراط شنو هي بإفراط؟ قلنا هو نكبر وبتفريط نصغر. اذا بافراط اذا غنقول 3.15 ما غنقولش 3.4 لان قال لي بافراط. اذا غنكبر غناخذ جوج الارقام مورا الفاصله اللي هي المئات اللي هي المئة شفتوها، جوج الارقام اللي هي 14 وغنكبرها ونقول لها 15 هي 3.15. اجد الخارج العاشري المقرب لقسمه 22 على 7 الى 1 على 1000. اذا غناخذ ثلاث ارقام مورا الفاصله اللي هي 142 وقال لي بافراط غنكبرها غنقول لها 143 اذا هي 3.143. اذا لسمعت انا بافراط غنكبر بتفريط غادي نصغر. واضح؟ ندوزو للتمرين الثاني. في عمليه القسمه المقسوم عليه هو 16 والخارج هو 15 والباقي هو 5، فما هو المقسوم؟ اذا هنايا كما قلنا قبيله اذا كان عندي المقسوم والخارج والباقي اش ندير؟ ناخذ انا المقسوم ونضربه في الخارج ها هي ونزيد عليه الباقي. عطاني 245 كما تلاحظوا. اذا المقسوم هو 245. ندوزو للتمرين رقم 3. طبعا هنا تقول الحمولة القصوى لشاحنة هو 7.5 طن. احسب اكبر عدد من اكياس الاسمنت التي يمكن لشاحنة حملها، علما ان كل كيس يزن 50 كيلوغرام. هنا قال لي عندنا واحد الشاحنة الحمولة القصوى ممكن تهز حتى 7.5 طن. ها هي. وقال لك اسيدي احسب اكبر عدد من الاكياس، شحال ممكن شحال من كيس ممكن تهز لي انايا هاد الشاحنه. طبعا اول حاجه تلاحظ انا عندي هنا الطن وانا عندي كيلوغرام. اذا نحول الطن نحول الكيلوغرام بيعطيني هو اذا 7.5 طن بتعطيني هي 7500 كيلوغرام. مزيان، وغنشد انا 7500 غنقسمها على 50 طبعا بتعطيني هي 150. اذا ممكن تهز لي 150 كيس. واضح؟ ندوزو التمرين رقم 4 او لا قبل غنشوفوا هاد التمرين رقم 3 ونشوفوا العمليه كيفاش غنديروا ليها. اذا نشوفوا العمليه ديالنا هنا كما قلنا غنشدوا 7500 نقسموا على 50. تفهموا معايا فيكم باش تفهموا هذه العمليه. غنشدوا جوج الارقام، حيت انا عندي جوج الارقام غنشدوا جوج الارقام. 75 شحال فيها من 50؟ فيها 1، 1 في 0 0، 1 في 5 5. اذا غندير عمليه ناقص، 5 ناقص 0 هي 5 و7 ناقص 5 هي 2. مزيان، غادي ننزل بصفر. 250 شحال فيها من 50؟ فيها 5، 5 في 0 0، 5 في 5 25. تندير عملية ناقص، 0 ناقص 0 0، 5 ناقص 5 0، 2 ناقص 0 2 0. غادي ننزل بصفر، انتبهوا معايا لأن باقي واحد الصفر هذا هنا. غادي ننزلو صفر. دابا شحال من واحد غادي يقول صافي ساليت؟ لا ما ساليناش، لأن خاص هاد الصفر تا هو يتحسب لأنه كان الفوق خاصو تا هو يتحسب. غنقول صفر شحال فيها من 50؟ فيها صفر. صفر في 50 صفر. إذا غندير عملية ناقص هي صفر، إذا غتخرج لي 150. باش نتأكدوا هو غنشد 150 ونضربها في 50 ونشوف واش غتعطيني 7500. ديما الطريقة باش تأكد من العملية واش صحيح. نتمنى تكون واضحة فيك. نمرو للتمرين رقم 4.
نزلت بالرقم اربعه كما تلاحظوا هنا جو ديتيرمين لو نومبر دو شيفر دو كوسيون شاك اوبيراسيون. اذا انا قال لي نحدد لو نومبر دو شيفر دو كوسيون دو شاك اوبيراسيون. اذا عندي هنا قال لي 45678 مقسمه على 26 شحال الخارج حيكون فيه من الرقم. طبعا انا نعاود نقول كوسيون هو الخارج، اوبيراسيون هي عمليه. اذا حنا غنشوفوا الطريقه ديالنا هنا ونحاولوا نجاوبوا عليها. تما عطاني طبعا جوج الاولى و الثانيه تما. اذا شوفوا الطريقه، اذا كما تلاحظوا قال لي عندك 45678 طبعا غنحصلها انا غنشد 26 هنا و 26 المقسوم عليه، وغنحاول نضرب هذا في واحد في 1000 ولا 100 تقرب لهذا، غنضربو في 1000 باش تولي عندي هنا 26000 مازال ما وصلتهاش، وهذا باش يفوتو غنضربو في 100000. اذا فشحال من رقم ضربتو؟ ضربتو في 4 ديال الاصفار. اذا الخارج هذا على هذا غيكون تتكون من 4 ديال الارقام. بالنسبه للاخرى لا ميم شوز، 2353 غنضرب في 4 المقسوم عليه في 10 بعثيني 640 قربت ليه، خاصو يعطيني الجهه الاخرى يفوتو بحال ندير ليه التاطير. و 64% هي 6400 فتو. اذا شحال من رقم، شحال من صفر عندي هنايا؟ جوج. اذا غيكون تتكون ليا من جوج ديال الارقام، اذا الخارج ديال العمليه ديال 2353 على 64 تتكون ليا من جوج ديال الارقام. بالنسبه للسؤال الثاني قال لي قم احسب قم بعمليه القسمه على 45678 بحال بياكدوا لينا هذه، نقسموا على هذه ونشوفوا. غادي ناخذ جوج الارقام 26 45 شحال فيها 1 26 26 غادي العمليه تناقص 19 غادي ينزل ب 6. 196 شحال فيها من 26 فيها 7 7 في 26 182 وغادي العمليه تناقص بتعطيني 14 غادي ينزل ب 7 7 147 شحال فيها من 26 فيها 5 5 في 26 تعطيني 130 غادي ندير عمليه تناقص تبقى عندي 17 غادي ينزل ب 8 تولي عندي 178 شحال فيها من 26 فيها 6 6 26 هي 156 درت عمليه ناقص تبقى عندي 22. دابا شوف معايا هذا الخارج من كم رقم يتكون؟ 1 2 3 4 داك الشيء اللي قلنا حنا قبيله هو 4. العمليه الاخرى غنشدو عندي 2000 عندي 2300 وقيلا هنا غلطت وقيلا هنا غلطت. اذا نكملوا العمليه ديالنا طبعا هنا كاينه 2353 مقسمه على 64. اذا غنشدو حنا طبعا غنشدو حنا 23 ما يمكنش غنشدو ثلاث الارقام 235 شحال فيها من 64 فيها 3 3 في 64 تعطي 192 غادي العمليه تناقص وتبقى عندي 43 43 غنزل ب 3 باش عندي 133 شحال فيها من 64 فيها 6 6 في 64 هي 384 وتبقى عندي هي 49 كما تلاحظون الخارج تيتكون من جوج الارقام وداك الشيء اللي قلنا هنا قبيله. نمروا للتمرين ديالنا. إذا نشوفوا هنايا التمرين رقم 5 أي العملية صحيحة؟ أصحح الخاطئة بتتبع مراحل التقنية الاعتيادية. إذا واش هذه صحيحة ولا هذه؟ طبعا هذه هي اللي خاطئة غنشوفوا علاش. 400 غادي نشوفوا من هنايا 469 مقسمة على 13 إذا غناخذوا جوج فيها 3 3 في 3 هي 39 نكتبوها هنا غادي نبقى لنا 7 غادي نزلوا ب 9 79 شحال فيها من 13 فيها 6 لاحظوا معايا هنا داروا 5 علاش؟ إلا داروا هنا 5 فينا هو مشكل 5 في 13 شحال عطاتني 65 شحال الباقي؟ الباقي 14. اذا ما عمر الباقي يكون عندي كبر من المقسوم عليه. الا عندي الباقي كبر من المقسوم عليه خطا، اذا خاصني نزيد رقم. اذا ماشي 5 ماشي 5 غتكون 6 حيت 6 في 3 تعطيني 78 وتبقى عندي غير واحد يا واحد صغر من هذا. اذا العمليه خاطئه هي هذه والطريقه التصحيح هي هذه. ندوزو لاخر عمليه. اذا 678 كارت دو فو اون ايتي امبريمي Elles sont emballées par un paquet de 32. Combien de paquets obtient-on? Dans la grande distribution, c'est bien. 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 C'est